الإفراج عن 596 سجيناً بمناسبة احتفالات 23 من يوليو. مصدر عسكري ينفي إرسال أي قوات مصرية إلى سوريا. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، الطب 97.4% والأسنان 97.1% والاقتصاد والعلوم السياسية 94.2% والإعلام 93.4%. وزير التعليم العالي، موعد فتح باب التحويلات وتقليل الاضطراب عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية. إيران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي العسكري. وزيرة التضامن، تخصيص 55 مليون جنيه لحوالي 19,000 مشروع متناهي الصغر. الأهلي يغرم عماد متعب وصالح جمعة ربع مليون جنيه عقب الخسارة أمام الفيصلي الأردني بالبطولة العربية. تشييع جثمان الفنان الشاب عمرو سمير من مسجد الشرطة عقب 17 يوما من وفاته. نشير في هذا السياق أن يوجد أماكن شاغرة لهذا القطاع بكليات التربية شعبة التعليم الأساسي الابتدائي.